هذه صورة مناسبة يا رقم خمسة. هذه إبراهيم، هذه ابنتي، يا ابنه. أي صورة تدل إلى رقم خمسة؟ رقم خمسة هذه صور. نمبر لما هذه انظر الى صديقك فايق، لياد فايق. هذه ابنتي خمسة. نمبر لما أي صورة مناسبة للجملة؟ هذه ابنتي، هذه هي ابنتي، أنا برمبوه. أخير، هذه معلمة، السادس، ستة، السادس. يا هذه معلمة، هذه معلمة. أي صورة يا فاروق؟ رقم هذه معلمة. طيب ممتاز. والآن نأخذ الكلام، معنى الكلام. الآن أنا أتكلم. أتكلم الآن. أنا أتكلم. معنى الكلام، معنى الكلام. تبادل السؤال والجواب مع زميلك، مع تبادل. ألف ألف عنده الكتاب، أنا عندي الكتاب. إذن ثم أنا وعفيف. ها سالم. تبادل تبادل تعاون طلون تبادل. سؤال مانا سؤال؟ يا سؤال والجواب صديق زميل مانا صديق. ألف صديق 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 يا خواجي. ها مانا صديق زميل بمعنى صديق. كما صديق، هل فهمت؟ صديق وزميل انها سواء. مانا زميل، زميل وصديق. تابعوا الجواب عن زميلك كما في المثال. المثال هناك الكلمات أحمد المسجد يصل طيب جماعة. طيب أين أحمد؟ أين أحمد؟
صلي أحمد أحمد في المسجد يصلي أحمد في المسجد. هناك الكلمات وصورة لا. هناك الكلمات الكلمات وصورة اجعل سؤال والجواب أين أحمد في المسجد يصلي أحمد يصلي أحمد يصلي أحمد يقرأ Ahmad yaqra Khadijah taqra Mirza awalan Fa'ala Al jawab ma'zamilika Hanif soal minta al jawab Hanif Ijal. Aina Fatimah. Musalli Fatimah. Badr Al-Bayt Mutawadda Baina Fawazi hati fazi huma ajib ya alif fazi baik baik ya baik badar ila Fatimah ganti badar jadi Fatimah طيب الغرفة تقرأ القرآن بين إرشاد وحافظ طاهر طيب عادل المسجد يقرأ القرآن فاروقي وأحمد فايق أنت سؤال منك يا فايق سؤال منك أين عادل Adil fil masjid. Baik. Fil masjid fil ghurfati. Sahih. Amma fil musalla, naqul fil musalla laisa fil musalli, ya. Hunaka hukmul khas li ada pengecualian fil ghurfati al ghur fatu fil ghur fati ama al musalla musalla naqul fil musalla ya fil musalla Inama najid harfu alif maksur alif bengkok hunaka hukmu khas ya ya beda amma al ghurfati al masjidi wa ghairu dzalik naqul al ghurfa al masalan al ghurfatu fil ghurfati amma musalla fil musalla laisa fil musalli baik ya sanadrus fi ilmi nahwi itu di rumah nahu nanti yuk alam
ننتقل إلى تدريب كم؟ التدريب التدريب الثاني تبادل الحوار. الآن تبادل الحوار. السابق تبادل سؤال والجواب. الآن تبادل الحوار. الحوار مع زميلي كما في المثال. انظر إلى المثال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذه؟ هذه صورة أخي. هو مهندس. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه صورة أخي. هذه صورة أخي. هو مهندس. هل فهمتم؟ طيب. الآن أخت. هناك الكلمات أخ ومهندس. إذن نجعل إلى أخ إلى أخي. مهندس وهو مهندس. أخي مهندس. أخي معنى أخي. مثلا إندي الأخ. لي الأخ. الآن أخت طبيبة. الحوار مع ميرزا وهنيف. ميرزا وهنيف ابدا. السلام هي طبيبة. في نطق نقول طبيبة. أما في الكتابة طبيبة. طيب ما شاء الجواب. ما شاء الله. طيب والد إزار وأفيزينا. طيب عم طبيب. الحوار بين ألف وعفيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذه؟ هذه صورة عم. هذه صورة عم. عمي. عائد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذه؟ هذه صورة عمي. هو طبيب. طيب لاهير ابن وطالب. ابن وطالب. فاروقي مع فوازي. منك يا فاروقي. منك ابن وطالب. ابن طالب. اجعل كما في المثال. اجعل كما في المثال. ابني. هو طيب.
Alif. Man hadha? Man hadha? Man hadha? Masan, hadha hani huwa sadiqi. Ezar. Man hadha? In. Ha? Man huwa? Man huwa? Ya, man huwa? Ha. Man ana ya Isad? Ustadun. Hada ustadun. Hada ustadun. Man? Ustadi. Ustadi. Fahimta? Fahimta? Masan, hada Afif. Huwa Abi masalan. Ya? Sip. طيب نختم الى التدريب الثالث تدريب الثالث تدريب هناك المثال المثال مع الكلمات والد علي مهندس والد علي مهندس انظر يا فاروقي والد علي مهندس إذن المثال هذا والدي هذا والدي هذا والدي علي هو مهندس هل فهمت؟ هل فهمتم؟ هذا والدي علي هو مهندس طيب والده ابدا منك يا ارشاد والده خديجة طبيبة هذه والدة انظر انظر مثال والد علي اجعل عنك هذا والد علي هو مهندس والدي هذا والدة ها والدة هذا او هذه walidati eh walid walidi amma walidah 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 ij'al al-jumlah ya Ezar istami wandur jaydan ya Irsad ha Ah, هذه والدة خديجة. هو طبيبة. هي طبيبة. هل فهمت يا إرشاد؟ طيب. الآن دورك يا إرشاد. أخون سعيد معلم. هذا أخون. أخي. Akhun apa? Saudara. Akhi, saudaraku. Walid apa? Ayah. Walidi, ayahku. Ya. Irsyad? Hal fahimta ya Irsyad? Baik, ijal ya Irsyad. Taib. أختٌ سعيدة معلمة فوزي طيب ابن بدر طيب ألف ابن بدر طيب.
Baik, Mumtaz. Al-Wal'an Afif Ibnah Nada Talibah. Baik, Mumtaz. Wal'ahir ya Mirza Am Hamzah Tabib. Ha? Wa ammi. Ammi. Hamzah. Ha. Baik, huwa tabib. Ya. Hada ammi Hamzah wa tabib. Baik. Nanti kita tadrib al-rabi. Tadrib al-rabi. Tabadil soal wal jawab ma'a zamirik kama fil amthilah. Al-amthilah unaka al-amthilah. Al-misal wahid. Al-misal sultan. Al-misal wahid. Amma al-amthilah aksar min thalas. Ya. Al-misal wahid. Misal. Nakul misal. Amma al-amthilah jam'u min misal. Misal-misal. Nakul al-amthilah. Baik, undur. Man hada? Man hada? Hada Ahmad. Hada Ahmad. Man hadihi? Man hadihi? Hadi Zainab. Hadi Zainab. Zainab. Ma hada? Ma hada masjid. Ma هذه هذه سورة هذه سورة هناك حرف الاستفهام من وما من نستخدم من عندما نريد أن نسأل عن الشخص عن المرأة والمرأة المرأة أو رجل untuk nanya oh أما من indah menurut an nas'al an syai anil wairu akil an syai yang mati benda mati ya yeah. Nasdakh dim ma ya yeah. Ta'amalu jaydan man hada hada Ahmad man man hadi hadi Zainab Ahmad rajul Zainab mar'ah Al-in al-insan anna ma hada hada masjid hada masjid khairun nas ma hadihi hadihi surah hadihi surah hal fahimtum? Baik Laila hunaka soal Laila al-kalimah wa surah Laila ismuha Laila ij'al kama fil mithal baik wal akharun isma'u ila faik man hadihi hadihi Laila hadi Laila irsyad man hadihi man ha hadi syajara hadi syajara baik Faruqi man ha hadi ha Mirza Mirza ha surah hunaka harfu tamarutah fi nihayah al-kalimah ha hadi
asra, usrah. Ha, usrah. Ha, hadihi usrah. Baik. Ha. Afisena. Nama ana hamam. Ma hamam. Rahwal amhal alhammam. Ha. Anta. Nah, anta ya Hanif. Baik. Sultan. Hadihi Fatimah. Baik. Mubashara ila at-tadrib al-khamis. Tabali hiwar wa ma'azamirik. Kama fi misal. Ma'azamirik. Baik. Jaddi Ammar. Jaddati Aminah. Baik. Jaddi Ammar. Jaddati Aminah. Al-misal. Hada. Baik. Hada jaddi Ammar. Hada jaddi Ammar. Wa hadhi jaddati Aminah. Ahlan wa sahlan. Al-fahimtum? Baik. Al-an. Al-awwal baina afisana wa idhar. Walidi Ahmad. Walidati Zainab. Ahlan wa sahlan. Ha, ahlan wa sahlan. Ha. Wai. Ait ait ya. Afisena. Ha. Ha, hakada. Ibni Ali wa ibnati Ablah. Mirza wa Sultan. Ibda Mima. Mingka wa Mima. Hmm. Masmuhu. Hada ibni masmuhu. Masmuhu. Hunaka al-misal ya apa? Ya Mirza. Hada jaddi Ammar. Idan hada jaddi Ammar. Wa hadihi jaddati Aminah. Idan ibni Ali ibnati Ablah. Ali. Laisa hunaka tasdid Ali, laisa Ali. Ali. Ha. Jeddah. Jeddah. Ya. Ibnati. Jaidah dia. Mirza. Ait ya Mirza. Ibnati. Ablah. Ait. Ha, ait. Ait minal awal. Dari awal. Ya Mirza. Rokiz ya Mirza, rokiz, fokus. Hada ibni Ali wa hadi ibnati Abla. Tuna? Hei. Ajawab. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Iya apa? Ya Sultan.
Abu Umar Ukhra Abu Hanif Hadza Abi Umar Hadza Abi Fawazi wa Faruqi Ammi Ibda minka ya Faruqi هذا للرجل هذه للمرأة paham antum hadza untuk laki-laki hadi untuk perempuan itu maksudnya hadza muad wa hadhihi ini ammati Aziza. Ai dia Fawzi Ain. Baik, hakada. Ahlan wa sahlan. Baik. Akhir tadrib Ajib Al-Aqila Atalia. Rasulullah wasallam Man walid sallallahu alaihi wasallam Man walid walid sallallahu alaihi wasallam Man waliduhu aw walidu rasulullah rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abdullah hakadha aljawab Man walidatu rasuli sallallahu alaihi wasallam walidatu walidatu bermakna man anta ya Afif man walidatul rasul sallallahu alaihi wasallam man ummu rasul sallallahu alaihi wasallam hakadha man Man minkum turid an tujib. Siapa yang mau jawab? Man walidatu Rasulullah SAW. Apa mana walidah? Apa mana walidah? Walidah. Walidah. Jadi walidatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aminah. Man jaddu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya afisa. Man ammu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Zara. Al Abbas misalnya atau Abu Talib. Man ibnu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Fawazi. Man? Ibrahim ibnu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ibnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alif. Man ibnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man walidah ibnah
Man ibnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man? Fa? Fa? Intaha al-waqt. Sana fi majlis insyaallah. Udalaka an takumu bil muraja'ah fi buyutikum. Baik. Hib naktafi bihadzal qadar. Akhir kalam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.